يارا. هي سارة طيب مستأذنة على الظروف. اوكي ماشي. طيب يلا نبدأ يا شباب، هنشوف السؤال الاولاني كده. يلا يا محمد، تبدأ بمحمد السؤال. علل. تمام، تنتقل المواد الذائبة في محلول التربة من خارج الخلية إلى داخلها بسهولة. تعلم. المواد الذائبة في محلول التربة بتتنقل من خارج الخلية النباتية إلى داخلها بسهولة. إيه اللي عند الخلية النباتية يخليها تدخل المواد الذائبة دي بسهولة يا محمد؟ الجدار الخلوي. برافو عليك، الجدار الخلوي اللي إحنا قلنا الجدار الخلوي بتاعنا ده مكون من ألياف إيه؟ السؤال ليه؟ أيوة، السليلوزية. ألياف السليلوزية بالظبط. والسليلوز معروف إن هو مادة من مميزاته مادة غروية محبة للمية. يعني إيه غروية محبة للمية؟ بتتشرب المية بسهولة، عشان كده سميناه تام النفاذية. فلما يقول لك تنتقل المواد الذائبة، طبعا احنا ممكن نحول السؤال لسؤال اختياري، يعني يقول تنتقل المواد من المحلول التربة إلى داخل الخلية بسهولة، وذلك لوجود جدار خلوي مكون من ألياف السليلوز، ولا غشاء بلازمي مكون من الفسفوليبيد، الجدار شبه منفذ، الغشاء تام النفاذية. لو حبيت تحولها يعني بسهولة جدا أحول سؤال، فإحنا بنحل المقالي كمعلومة، نبقى إحنا عارفين المعلومة، بس ممكن جدا نفس السؤال يجي لنا على هيئة سؤال اختياري. تمام يا شباب؟ طيب يلا يا يسر. تمام، ما أهمية الليبيد المعقد في غشاء الخلية؟ تمام، أين يوجد الليبيد المعقد؟ إن هو بيساعد على بناء الخلية. بناء، هو بناء الغشاء نفسه، بس هو دوره ايه في الغشاء يا يسر؟ ايه دور الفوسفوليبيد اللي هو مين الفوسفوليبيد المعقد ده يا يسر؟ اللي هو الفسفوليبيدات. جميل، اللي هي الفوسفوليبيدات، صح الكلام. الفوسفوليبيدات دي فاكره كانت بتتكون من ايه يا يسر؟ رؤوس محبة للماء وذيول كارهة للماء. جميل، رؤوس محبة للماء وذيول كارهة للماء، بالإضافة إلى وحدات من البروتين. طيب ده بالنسبة للغشاء. أنا عايزة بقى دلوقتي الرؤوس المحبة للماء والكارهة دي أهميتها إيه؟ إيه أهمية الفوسفوليبيد ده؟ هي الرؤوس المحبة للماء بتقابل السطح المائي الخارجي. تمام، والداخلي؟ يعني احنا لو قلنا ده الوسط الخارجي فيه مية، هنا الوسط الداخلي كمان فيه مية، يبقى إذن وظيفتها الأساسية إيه؟ إن هي بتقابل الوسط الداخلي والخارجي ولا؟ ماشي، ما هو صح، هي بتقابل الوسط الداخلي والخارجي، فبالتالي بتساعد على دخول الماء. مش احنا اتفقنا من شوية مع محمد ان الجدار تام النفاذية، الجدار هيدخل لنا كل حاجة هنا في الفاصل اللي بين الغشاء وبين الجدار، خلاص كله دخل هنا. الجدار بقى دلوقتي الغشاء هيعمل ايه؟ هيسمح بنفاذ المية، المية بس اللي تدخل، المية بس اللي تدخل من هنا أو من هنا أو من هنا. ليه؟ عن طريق الرؤوس المحبة للماء. يبقى إذن هنقول الغشاء أولا هيسمح بدخول الماء، ثانيا هيتحكم، طبعا هو عايز الفوسفوليبيد بس لوحده، يبقى أقول له دخول المية. لكن لو أنا جيت قلت ما أهمية الليبيدات المعقدة في الغشاء؟ هل تسمح بدخول الماء؟ تسمح بدخول الأيونات؟ تسمح بدخول المواد السكرية؟ تمنع جميع المواد من الدخول؟ هنختار إيه؟ معلش، مش دخول سؤال مين؟ تاني. أقول تاني دلوقتي نفس السؤال اللي عندك، بس أنا هديك اختيارات. الليبيد المعقد في الغشاء يعمل على دخول الماء، دخول الأيونات، دخول السكريات، يمنع جميع المواد من المرور، هتختاري إيه؟ دخول الماء. بس دخول الماء فقط لا غير. جميل، طيب السؤال اللي بعد كده يلا يا كنزي. ماذا يحدث في حالة
كنز معانا ولا خرجت؟ كنزي محمد حضرتك أمس كنزي خرجت يا محمد ولا ايه؟ لا موجود يعني انت ويسرى وكنزي بس صح؟ أيوة طيب يلا جاوب السؤال. يلا يا محمد. ثواني بس اوكي. يا محمد في ايه؟ طب قولي يا يسرى على محمد يجهز. اللي هو السؤال بتاع ما أهمية الليبيد المشتق في غشاء الخلية؟ لا خلاص خلصناها، سؤال 4 المشتق. معلش، ما أهمية الليبيد المشتق؟ مين الليبيد بقى الليبيد المشتق ده اللي هو المشتق؟ الكوليسترول صح؟ اللي هو الكوليسترول. مظبوط الكلام. وحدات الكوليسترول اللي موجودة في الغشاء فايدتها ايه؟ إبقاء الغشاء متماسك. جميل، إبقاء الغشاء متماسك أو تعمل على تماسك الغشاء. تمام، يلا يا محمد السؤال اللي بعده. أو كنزي، حد فيكم يرد؟ يلا. ماذا يحدث في حالة عدم احتواء الخلايا النباتية على غشاء البلازما؟ أو العكس الدور بتاعه؟ بالظبط، أكيد. شوف أنت بقى الغشاء بيعمل إيه، وهنلغي كل الوظائف اللي بيعملها. هو كان بيغلف الخلية أها، وبيفصل بين المحيط بتاعها والوسط المحيط بيه لا وبيمنع بلدي، خلينا ثواني ثواني يا محمد. وبيقول الخلية النباتية اللي بيفصل الوسط الخارجي عن محتويات الخلية، الجدار في الخلية النباتية، الجدار ده هو اللي بيفصل بين الوسط الخارجي اللي هنا وبين محتويات الايه الخلية. تمام، لكن انا بتكلم على الخلية النباتية، الغشاء. ايه وظيفة الغشاء؟ ها، لو فاكر قلنا الغشاء يسمح، الغشاء كنا بنقول ان هو يسمح ويتحكم ويمنع. يسمح لإيه؟ ويتحكم في إيه؟ ويمنع إيه؟ ها يا محمد. محمد، قولي يا يسر. ماشي، تمام. اللي هو ثواني بيقوم بالدور الأساسي، عدم قيامه بالدور الأساسي في تنظيم مرور المواد منه وإليه ايوه منه وإلى الخلية، تمام، بيغلف الوقت. جميل. يبقى إذا هو بيسمح بينظم مرور المواد. لما كنا بنقول يعني إيه نظم مرور المواد؟ يعني بيسمح بدخول المية عن طريق الرؤوس المحبة للمية، يتحكم في مرور الأيونات. الكلام ده فين؟ عن طريق بوابات البروتين اللي بتفتح وبتقفل. بيمنع مرور الجزيئات الكبيرة في الحجم زي السكريات والمواد البروتينية. عشان كده أنت بتقولي له دور مهم في تنظيم مرور المواد من وإلى الخلية. إذا كل ده همنعه. يبقى لما يقول لي ماذا يحدث عند عدم احتواء الخلية على غشاء، همنع كل الوظائف اللي بيعملها. تمام يا يسر. يلا يا كنزي، السؤال رقم 2 في 4. ماشي، يلا يا محمد. بعد اشتغل مع يسر وخلاص. سؤال رقم 2،
رقم 2 يا محمد، انت بتروح فين يا محمد؟ وصلني وصلني متأخر عشان سماعة بتشوفني. لا الصوت يوصل متأخر ثواني مش دقيقتين ثلاثة يا محمد. يلا ماذا يحدث في حالة غياب جزيئات البروتين من الغشاء الفلازمي؟ تمام. ماشي، هو هي لسه يعني نعلن تصنيع التحكم في مرور المواد من حواليها. تمام البروتين بقى، بص يا محمد البروتين، وحدات البروتين احنا قلنا البروتين بيعمل ايه؟ بيتحكم في مرور الايونات، وبالتالي لو مش موجود البروتين مش هنعرف ندخل اي ايونات او اي معادن لداخل الخلية. خلاص يبقى انت بتجيب الوظيفة وتلغيها. ماشي الكلام. السؤال رقم 3 يلا يا كنزي. طب هي موجودة معانا ولا مش موجودة يا ولاد؟ موجود قول يا يسرا. ماشي قول يا يسرا. عدم ارتباط مادة الكوليسترول بجزيئات الفوسفوليبيدات في الغشاء الحلوي، أو غياب مادة الكوليسترول من الغشاء الحلوي، تمام أكيد. هيصبح الغشاء غير متماسك؟ لسه قايلة من شوية إن الكوليسترول بيعمل على تماسك الغشاء، طيب الكوليسترول مش موجود يبقى الغشاء بتاعنا غير متماسك. تمام يلا يا محمد. الشكل التخطيط المقابل يوضح خلايا نوعية، استنتج رقم واسم التأثير الذي يدل على كل عبارة من هذه. هو عايز اسم اللي هو مثلا السكر المعقد ايه؟ اه هو عايز دلوقتي مما عبارة عن ما يلي، او اكتب الذي يدل على واحد يتركب من سكر معقد. مين هنا بيتكون من سكر معقد؟ الجدار. الجدار الخلوي مظبوط، بيتكون من السليلوز. طيب يدخل في تركيبه ليبيد وبروتين، ده مين؟ الغشاء. ده الغشاء اللي هو رقم كام عندك في الرسمة؟ موجود رقم 3. رقم 3. جميل. طيب بيقول يحتوي على المعلومات الوراثية اللازمة، النواة. رقم 4. جميل. طيب يتم فيه بناء البروتين، سيتوبلازم. رقم 5. جميل. ممتاز يا محمد. يلا يا يسر السؤال اللي بعده. ماذا الرقم من الكروماتين والكروماتايد؟ ايه ما العلاقة بين الكروماتين والكروماتايد؟ تمام يعني يلا. تمام مثلا إن الكروماتين أثناء انقسام الخلية في تركيب عضوية بتكوين الكروموسومات بيتحول الكروماتين في الانقسام الخلوي، فبيتكون الكروموسوم الخيطين يسمى كل منهم بالكروماتين. برضو يعني ايه العلاقة بينهم برضو يا يسر؟ هو الكروماتين أثناء انقسام الخلية اللي هي انقسام خلية الكروموسوم ايه انقسام خلية ايه؟ بالراحة. انقسام الكروموسوم. ماشي اوكي يلا. ها ماشي. أثناء بقى انقسام الكروموسوم في المرحلة الاستوائية في الانقسام الخلوي بيتكون الكروموسوم، فالكروموسوم بيتكون من خطين. أيوة، الخط الواحد فيهم بيسمى بالكروماتيد. كروماتين ولا كروماتيد؟ كروماتيد. دي اللي هي دي رقم 2 صح؟ اه جميل. يعني انت عايزه تقولي لي الكروماتايد ده المكون الرئيسي للكروموسوم، كل 2 اهو يكونوا لك الكروموسوم في الطور الاستوائي صح. طب امال الكروماتين ده ايه؟ لا مش فاهمة السؤال، يعني ايه الكروماتين؟ ايه
هو الوقت بيقول لك انا عايز العلاقه بين الكروماتين والكروماتايد. انت قلت ان الكروماتايد دول خيطين بيكونوا الكروموسوم اثناء الانقسام في الطور الاستوائي، صح؟ امال ده ايه؟ مين هو الكروماتين؟ اللي هي الخيوط الدقيقة المتشابكة المتلفة على بعضها. لا، بتلف حول بعضها فين؟ في النواة. الكروماتين. ايوه حبيبي، الكروماتين بالظبط. الكروماتين هو عباره عن البروتين ملتف حواليه الدي ان ايه، اللي هي الشبكه الكروماتينيه اللي موجوده في النواه. خلاص، يبقى اذا الكروماتين عباره عن بروتين زائد الدي ان ايه. تمام، دولت بيكونوا لي ايه؟ بيكونوا لي الماده الوراثيه بتاعت، عارفه اللي هي بتبقى فين يا يوسف؟ بتبقى موجوده على ده جزء الدي ان ايه اللي هو عباره عن البروتين والدي ان ايه او الكروماتين. يعني عايزين نقول ان الكروماتين موجود على الكروماتايد، ده على ده، فهمتي؟ الكروماتايد الخيط اللي بيكون الكروموسوم اثناء مرحله الدور الاستوائي كل اتنين مع بعض، دي تمام. الكروماتين ده عباره عن الدي ان ايه والبروتين اللي ملتفين حوالين بعض وعاملين للشبكه الكروماتينيه في النواه. تمام، يلا يا محمد السؤال اللي بعده. يوجد علاقة بين النواة وإزالة الصفات الوراثية في الكائن الحي، ما مدى صحة العبارة مع التفسير؟ تمام، ماشي، هتبقى عبارة صحيحة؟ العبارة صح 100%. ايه العلاقة بقى بينهم؟ ماشي، حيث تحتوي النواة على الكروموسومات، أكيد. والكروموسوم يحتوي على الجزء الدي ان الكروموسوم ايه يحتوي على الدي ان أهو. ايه أو الذي يحتوي على المعلومات الوراثية التي تتحكم في إزالة يحمل. الصفات الوراثية. برافو، برافو عليك. يبقى إذن دلوقتي بيقول لي يوجد علاقة بين النواة وإظهار الصفة. العبارة صح 100%، لأن النواة بتحتوي على شبكة كروماتينية أو على كروموسومات اللي لسه يسرى قايلاها. هذه الكروموسومات تحتوي على الدي إن إيه اللي بيحمل المعلومة الوراثية بتاعة الصفة الوراثية. تمام، يلا يا يسر. تمام، ثقوب الغشاء النووي لها دور غير مباشر في تخطيط البروتين، ما مدى صحة العبارة؟ العبارة صحيحة. تمام، العبارة احنا صحيحة. إيه بقى الدور؟ عشان دور الثقوب دي من خلالها بيمر الحمض النووي الـ RNA بعد ما بنستنسخه من الـ DNA، أها، برافو فبتستخدمه الخلايا في تخليق البروتين. عليك. يبقى إحنا المفروض إحنا قايلين إن إحنا عندنا إن مس هو صوت حضرتك اختفى.
معلش يا شباب الزوم خرجني تاني. تمام يلا يا يوسف يا محمد. من الشكل اللي زي ما عملت مع لوحة الترتيب واحد بالضبط الشكل الخلية وبنيتها. مش دي شبكة كروماتينية؟ على صوتك يا محمد. ايه دي الشبكة الكروماتينية اللي هي رقم كام؟ واحد لا الشبكة الايه تاني؟ كروماتينية. اه صح، واحد الشبكة الكروماتينية. عايز علاقتها بقى بضبط شكل الخلية وبنيتها هو تقريبا نفس السؤال اللي أنا لسه مجاوبه، بالظبط اللي هو ايه؟ إن الشبكة الكروماتينية بتحتوي على كروموسومات اللي اه هي بتحتوي على الحمض النووي دي ان ايه اللي بيحمل صفات المعلومات الوراثية جميل اللي بتربط شكل الخلية وبنيتها. صحيح. يبقى اذا الشبكه الكروماتينيه اللي مكونه من الكروموسوم او الكروماتايد، وده اللي طبعا قلنا بيكون عليه المعلومه الوراثيه عشان اضبط شكل الخليه، يبقى معناها انا عايزه بروتين فلازم اصنع البروتين ده. علاقه اعداد التركيب 2 ببناء الهرمونات. اللي هو النوية اللي هو النوايه. تمام، هل في علاقة بين عددها وبين كمية الهرمونات اللي هتنتج؟ أيوة، لأن النوايا تبقى موجودة، يعني موجودة كتير في الخلايا اللي بتفرز الهرمونات. تمام، يعني معنى ذلك كل ما زاد عدد النويات زادت كمية البروتين المنتجة، لأن النوية بتكون الريبوسوم والريبوسوم هو اللي بيكون البروتين، فكل ما زاد عدد النويات هيزيد عدد الريبوسومات وبالتالي يزيد البروتين اللي أنا بصنع منه الهرمون. تمام يا محمد. يلا يا يسر. تمام، الكروموسوم هو تركيب خلوي يتكون من نوعين من البولاميرات. البولاميرات البيولوجية فسر ذلك. ماشي، تمام، هتبقى ال DNA ايوه، ومين التاني؟ اللي هو البروتين برضو، يعني أقول ايوه البروتين. بالظبط. يبقى لان احنا قلنا الكروموسوم سؤالك اللي انت لسه مجاوباه اللي هو عباره او الكروماتاين اللي هو الدي ان ايه والبروتين، والبروتين بوليمر مكون من احماض نوويه، والدي ان ايه بوليمر بيتكون من النيكلوتيد. يبقى اذا جملتنا بتقول الكروموسوم يتكون من ايه؟ من نوعين من البوليمرات اللي هم البروتين والايه؟ الدي ان ايه. تمام، طيب فاضل عندنا سؤالين كده لمستويات التفكير العليا كمان نحلهم ولا زهقتوا؟ حتى الهوست مع ميس أمنية مش معايا كمان. طيب يلا يا شباب، يلا يا محمد نشوف السؤالين دول. السؤال رقم كام طيب؟ صفحة 150، أسئلة مستويات التفكير العليا. هما 3 اختر وفي 2 أجب مع مات. اه لا احنا لسه في الاختياري فوق، أول سؤال اختياري. تمام، أي مما يلي يحافظ على الخلية النباتية من فقد خصائصها الحيوية؟ المفروض مين اللي بيحافظ عليها؟ الفلايبيدات. الايه؟ الفسفولايبيدات الفسفولايبيدات ده الغشاء. اسأل نفسك كده مين بيحدد الحيوية والخصائص بتاعة الخلية النباتية؟ الجدار، مش كده؟ تمام. يلا يا يسر. الجدول المقابل يوضح مركبين عضويين زين وصول، يدخل في تكوين كل منهما أحماض دهنية مشبعة وكوليسترول، ولكنهما يختلفان في الطبيعة الفيزيائية. أي من ما يلي يمثل المركب زين وصول على الترتيب؟ ب
الصليبيدات ودهون. انت عندك المركب س موجود في حالة سائلة، س سائل، الفوسفوليبيد سائل. هو مش في اتنين مشبع وغير مشبع؟ الفوسفوليبيد يبقى الزيوت والفوسفوليبيدات. طيب الاولاني سائل الزيوت، التاني صلب. الصلب بقى الفوسفوليبيد ولا الدهون؟ مين اللي صلب؟ الدهون. الدهون يا يسر، مظبوط كده، الدهون يبقى زيوت ودهون. محمد يلا. من الشكل المقابل، ما السبب في عدم حركة جزيئات البروتين من داخل الخلية إلى خارجها؟ ها يا محمد، مين اللي بيحدد عدم مرور جزيئات البروتين من وإلى الخلية؟ هل الحرارة، البي اتش، حجم الجزيئات، تركيز الجزيئات؟ الحجم. الحجم أكيد، احنا لسه قايلين الغشاء بيسمح بمرور المية، بيتحكم في الأيونات، وبيمنع الجزيئات الكبيرة زي جزيئات البروتين. تمام، نشوف السؤال كمان يا يسر. الشكل يمثل جزء من الغشاء البلازمي، هل يمكن أن يحل التركيب واحد محل اثنين؟ لا لا يمكن، ليه؟ لأن الزيوت الكارهة للماء هتبقى مكان الرؤوس المحبة للماء، فمش هتسمح بدخول المية فالخلية هتموت. برافو عليك، صح الكلام. يلا يا محمد. هل من الممكن أن يتكون الغشاء البلازمي من لايبيدات بسيطة وبروتين بدل من لايبيدات وبروتين؟ لا. لا طبعا، ليه؟ لان الليبيد البسيط، الليبيد المعقد اللي احنا مستخدمينه، اللي هو كان بيعمل ايه، رؤوس وديول، والرؤوس محبه للميه والديول كارهه للميه، ده كان بيسمح بمرور الايه، بمرور الميه. لكن لما نستعمل الزيوت او الدهون او الشموع، دولت عباره عن مواد مانعه لمرور الماء. اذا كانت الدهون اللي موجوده تحت جلد الحيوانات او الشموع اللي على جسم او على اوراق النباتات، وبالتالي دول كلهم ايه، مانع لنفاذ الميه. تمام، يبقى احنا كده حلينا اسئلتنا الاختياري والمقالي، وان شاء الله بامر الله الحصه الجايه هنبدا في تركيب اللي هي العضيات الاكثر بقى بتاعه الخليه، العضيات الايه، العضيات الغشائيه. تمام يا شباب، تمام حد تمام عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟ لا شكرا. شكرا، ماشي يا شباب، سلام عليكم. لا كده يا ولا هو لا.